في قرية نائية في سيبيريا تقضي سفيتلانا 38 عاما أيامها بمرارة، فما عاشته قبل 20 عاما دمر حياتها وجعلها مقعدة ودفعها لإدمان الكحول. وسبب لقائها بميخائيل بوبكوف أو ما يعرف بمستذئب أنغارسك، الشرطي السفاح الأكثر دموية في تاريخ روسيا الذي قتل نحو 80 امرأة بدم بارد. في ليلة 27 من يناير عام 1999 كانت سفيتلانا ذات 18 ربيعا مستمتعة بسهرة مع صديقاتها، لكن لحظات سعادتها لم تدم طويلا بمجرد مغادرتها، فخطوط القطار أنهت آخر رحلاتها، ودرجات الحرارة كانت أكثر من 20 درجة مئوية تحت الصفر، مما دفعها لقبول عرض بوبكوف بالصعود في سيارته لإيصالها نحو وجهتها. لم تكن تعرف الشابة حينها أن قبول ذلك العرض سيقلب حياتها رأسا على عقب. وفي شهادتها بتحقيق تلفزي بثته برنامج دوسات أويت في قناة تي اف ان الفرنسية، قالت: اصطحبني إلى الغابة وهناك بدأ بضرب رأسي على جذع شجرة بشكل عنيف، ثم اقتلع شعري. كنت أشعر أني لن أبقى على قيد الحياة. لم ينتهي الأمر عند هذا الحد بحسب ما ترويه سفيتلانا، فقد اغتصبها بوبكوف قبل أن يهرب، لتجد نفسها في المستشفى بجسد شبه مشلول مصابة بمرض الزهري بسبب عدوى الجاني. ظلت سفيتلانا حابسة ألمها منذ تلك الليلة المشؤومة، لم تعرف شيئا عن معنفها لمدة 14 سنة، لكنها كانت الأكثر حظا من أخريات فقدن حياتهن بسبب الشخص ذاته. لسنوات طويلة لم تكن البيانات الشخصية لميخائيل بوبكوف صاحب 54 عاما توحي بأنه وراء كل جرائم القتل التي تستهدف النساء في مدينة أنغارسك بقلب سيبيريا. ولنحو 20 عاما وتحديدا من 1992 وحتى 2010 قتل بوبكوف نحو 80 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و45 سنة، وكلهن فقدن في ظروف غامضة، وهو ما كشفه تحقيق البرنامج الفرنسي تحت عنوان مستذئب أنغارسك. تدور أطوار الجرائم بالطريقة ذاتها تقريبا، في الليل وعقب إنهاء سهارتهن تخرج الضحايا بحثا عن سائقة خاصة يقلهن لوجهتهن لعدم وجود سيارات أجرة خاصة في تلك السنوات، ولسوء الحظ كان بوبكوف بالمرصاد. تقول أنا وهي شقيقة أوكسانا إحدى الضحايا إن أختها التي فقدت حياتها صيف 1998 في سن 24 تاركة فتاة صغيرة لم تكن تعلم أن سهرتها مع صديقتها ستنتهي بمقتلهما معا. وبمزيج من الحزن والحسرة تروي أنا تفاصيل الجريمة، وتقول إن بوبكوف الذي أقلهما بسيارته اغتصبهما وقتلهما واحدة تلو الأخرى بوحشية بضربات من الفأس، إلى أنه رغم بشاعة الجريمة اعتبرت الشرطة حينها أن الأمر محادثا معزول ولا يتعلق بعملية قتل متسلسلة. استنتاج الشرطة كان في تلك الفترة ناجما عن مدح شهود دول الاتحاد السوفيتي السابق عقب سنوات من تفككه من انتشار للجريمة والعصابات والمافيا وتصفية الحسابات مما تسبب في مقتل المئات. كل هذا أبعد الشكوك عن وجود عملية قتل منظمة ومتسلسلة، والأكثر من ذلك هو أن من يقف وراءها شرطي. بحسب شهادة مفتش الشرطة ديمتري المسؤول عن بوبكوف، فإن الأخير كان رجل شرطة عادي ولم يكن لديه أي شيء لافت سوى ذكائه، حتى أنه كان يحظى بثقته. وفي مارس 1998 أرسله لتفقد مسرح جريمة كان هو مرتكبها، ودون متابعة أو ضد مجهول استفاد بوبكوف من عدم حصول الشرطة على أدلة كافية، وظل يقوم بجرائمه بشكل متواتر بلغ حد عمليتي قتل كل شهر.
إلى أن أخطأ مرة بنسيان زر من أزرار زي بدلته العسكرية خلال قتله إحدى النساء. وبعد شهور قليلة أخبر شاهد أجهزة الأمن بأن إحدى الضحايا استقلت سيارة للشرطة قبل أن تلقى حتفها. دفعت هذه المؤشرات الأولية والجرائم المتواصلة التي بلغ صداها في كل أرجاء روسيا السلطات للتحرك وفك لغز المجرم المفلت من العقاب، وعبر نخبة من المحققين بدأ البحث عن القاتل. وفي سنة 2004 بدأ المتخصصون تحليلات الحمض النووي من خلال فحص جثث ثلاث ضحايا وأخذ الـ DNA عينات من مني الجاني، وقد تطابقت النتائج. وخلال خمس سنوات استقبل المحققون 576 رجل أمن من المشتبه بهم، ومن بينهم بوبكوف. خلال احتجازه اعترف الجاني بارتكابه 80 جريمة قتل، وفي ديسمبر عام 2017 قام بتجسيد جريمة ارتكبها قبل 23 عاما في حق سيدتين لا يعرفهما، مبينا كيف قتلهما بضربات من فأسه على رأسيهما. كما كشف مستذئب أنغارسك كيف تخلص من جثث أخريات عانت عائلاتهن اختفاءهن دون معرفة الحقيقة. طرحت هذه الجرائم المتشابهة أسئلة حول الدافع وراءها، وقد كشف التحقيق أن بوبكوف الذي كان يعيش حياة عادية مع عائلته الصغيرة انقلبت حياته حين اكتشف خيانة زوجته، مما دفعه للانتقام من كل النساء، وهو أمر لا يندم عليه بحسب تصريحاته للصحافة. في ديسمبر الماضي عام 2019 قضت محكمة روسية بالسجن مدى الحياة على ميخائيل بوبكوف السفاح الأكثر دموية بتاريخ روسيا. Run free and dive into the sky. Hear the wind crying.